كان عندك تجربه. انا اسمح لي اولا بتقدم شكر لاسره البرنامج على هذا الموضوع الخطير والظاهره الاجتماعيه الخطيره. واضم اتفق مع الاستاذه وسياده الشيخ مظهر مع احترام للساده الموجودين، ولكن اتفق معهم ان هذا خزعبلات وشعوذه وليس لها اساس من الحق من الحق والواقع. انتظر انتظرني ولا تقاطعني. وهيصدق بعد اذنك يا استاذ وائل. يعني الحقيقه انا هو في كفهم بعد اذنك. انا هواجه انا ما اعرفهمش لو علمها وهقول لهم حاجات في حياتهم استاذ وائل ما حدش يعرفها غيرهم. ارتفاع الصوت ليس حجيه في الكلام. بعد اذنك يا استاذ وائل بدون عصبيه. استاذ وائل بس يعني انا اعتقد ان عصبيتك بدون عصبيه لانك انت هنا بتحاول حتى ان تنتزع صلاحيات الله سبحانه وتعالى، فمش عايز احس يعني ان انا قاعد قدام بشر، مش عايز احس بالتضخم. لا ما عنديش ما انت عايز تقول هذا اللي عارفاني. ما انت عايز تقول انا بتحدى هم بيحطوني مع احترامي ليه. ما حدش خطا في حواره. احنا بنتكلم حجه بالحجه. اسمع انا غير الكتخله. خليني انتظر اسمع بس. نتكلم الحجه بالحجه والبرهان بالبرهان ونقوم من هذا البرنامج نرفع القبعه لمن يثبت الحجه. انا اثبت سواء انتظر رويدا لن تثبتها لنفسك، ولكن بالحقيقه والواقع انا يا استاذ وائل بتكلم عن واقع ملموس. انا واحد من ضمن الناس في المجتمع المصري عامه عاشت وعشت وأسيت زي ما ألاف كثير في الجهل منغمسون عاشوا في ظلمات هذا الأمر وانغمسوا فيه. إزاي؟ بالواقع إزاي؟ إن هذا يا أستاذ وائل القاعدة العريضة زي ما قالت أستاذ الدكتورة إن بطبيعة البشر بيخاف من المستقبل فبيحاول يشوف أي حد يطمن. خاف من مجهول. المجهول والمستقبل. ومع زي ما قال الدكتور الشيخ فضيلة الشيخ أن الغيب لا يعلمه إلا الله، يبقى إذن أنا أمام حقيقتين بتكلم عليهم. فنجي للأمر الثالث الإشكالية المهمة، من هم يملكون هذا العلم إذا كان هذا العلم على سبيل الجدل موجود؟ هل هم موجودين حقيقيين؟ وهل عندهم مقدرة لإثبات حقيقة على أرض الواقع ملموسة؟ طب ادخلنا في الموضوع. في الموضوع. إيه اللي حصل لك بشكل مباشر؟ أنا نهدى بعض السادة الحضور، السيدة الموجودة بتقول أنا جبت الغايب. الغيب طبعا أعلمه هو الله. أنا واحد من ضمن الناس وبعلنها على الهواء وبعلنها على من يملك له المقدرة على حل هذه المشكلة نرفع له القبعة كلنا جميعا. من عام 2001 حتى تاريخ اللحظة دي نعاني من مشكلة على أرض الواقع أعاني بها شخصيا وليس أحد حكاها لي أو منقولة. غياب أخي في عام 2001 في ريعان شبابه غاب. خط جميع يا مصر جبتك من محافظة السوهاج حيث مسقط رأسي حتى أسوان حتى اسكندرية كلما علمت بشيخ عراف دجال فاتح فنجان قارئ كل ما تتخيله الأسود أروح أذهب وأنا منشرح الصدر أعود والله يا أستاذ وائل وأبكي دموع ندم وكل على كل ده بتدفع فلوس ومفيش حاجه ببلاش. واللي يقول حاجه ببلاش اقول له كذاب في وجهه. انا بقول لك بلاش. تمام ليس كلامك له مقياس معي الا بالحقيقه والواقع. يا استاذ انا بحكي لك واقع عن انه كل ده عشان يقول لك مصيرك. طب انا هقول لحضرتك حاجه. انا بقول لك لحضرتك حاجه. انا رحت مره على سبيل يعني بحكي لك واقع عشته. اقسم بالله العظيم اللي جمعنا من غير ميعاد هذا الكلام حقيقة وحسبي الله ونعم الوكيل في من يضحك على الناس ويذهب بعقولهم ضربا من ضروب العبث. وكل من يضرب هذا الضرب ضرب من ضروب العبث والخيال خلافا أنه أعصى الله عز وجل في اعتقاده بأن من يعلمون الغيب كان يعلمونه لنفسهم. هقف جزئية بسيطة ما تزيدش عن ثواني. أكبر منجم في فرنسا كان نيوستردامس لم يتنبأ بموت ابنته نوستردموس. لم يتنبأ بموت ابنته. ماتوا معا لم يتنبأ بهم. خلينا في موضوعنا. ولكن يا استاذ وائل كل ما اروح مكان اللي بيحصل مرت احداث غريبه جدا. الخش لا الولد هيجي انت هتاخد سبع ايام وهتلاقي اخوك وهيجي الولد هيجي لحد البيت سبع ايام. لا اخوه ما كانش صغير كان 21 سنه البيت وهيوصل لحد البيت. طيب ايه اسباب الغياب دي وبتاع؟ لا ده في ناس عامله له عمل
ده في ناس لا ده ملبوس ده الى اخره ودخلنا في ضرب ما الضرب كل ما ده بيفضل والفيزيتا بترتفع. طب لا احنا هنعمل له جلد. اسمع يا استاذ وائل ثواني يا استاذ الفاضل الراي لك وللاخر الراي لك وللاخر لا بنتكلم على واقع. الله. هو انت اللي بتقول الكف كان قال لي كان قال لي اخوك فين يا لك كف مين انت كف ده لازم يقرا كف. طب هقول لك حاجه هقول لك لما انت يا ما انت تتحدث عن الكلام ازاي الكف القول المأسور بيقول المكتوب على الجبين تشوف العين. طب يا سيدي ما تشوف الجبين اولى من الكف يا سيدي دعنا من هذا الهراء. المكتوب على الجبين تشوف العين شوف مثل معروف شوف على الجبين بدل الايد ودعني من هذا الهراء. دعني في هذا الامر يا استاذ وائل دعني التفت عن هذا الهراء يا استاذ وائل. انت منفعل لي بس يا استاذ محمد ده موضوع لازم اطلع فاصل ملوش دعوه استوقف حضرتك وحتى دخلت في قراءه الكهف ودخلنا في قراءه الكهف والكوتشينه والفنجانه وكل ما تتخيله يا استاذ وائل ضرب من ضروب العبث ضرب من ضروب العبث والجهل 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 والضحك على عقول الناس. هطلع فصل وبعدها هستقبل مداخلاتكم وهنكمل النقاش يا جماعه. اما العلم والعقل واعمال صحيح الدين او الهروب للدجل والشعوذه والخزعبلات والبحث عن الحلول للمشاكل وانصار الخوف من المجهول. حاول ان تحصن نفسك بالواقع وبالعمل وبالعلم وبصحيح الدين يعني بدلا من البحث عن الكوتشينه والفنجان والكف والودع.